دلوقتي تعالوا نتابع ما الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيستمر فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أعياد شم النسيم لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والرنجة بأسعار مخفضة تتراوح من 20-25%، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك. النهاردة هتشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية، وبيتم تسيير خدمة مكيفة بتقوم من القاهرة للإسكندرية والعكس. النهاردة هتستقبل حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية آلاف المواطنين من أبناء الأليوبية والمحافظات المجاورة للاستمتاع بعيد شم النسيم وعيد القيامة المجيدة وسط الخضرة والمياه الصافية. مع تجديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك وداخل الحدائق والمتنزهات، إضافة إلى إلغاء أجازات الأطباء بجميع المستشفيات تحسباً لحدوث حالات تسمم أو حوادث طرق، إضافة للتواجد الأمني على الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمدينة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة. هيلتقي طلائع الجيش مع المصري في تمام الساعة 7، في نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع فيوتشر.